أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من تعمير. النهاردة هنبدأ حلقتنا من وزارة الإسكان اللي أطلقت بوابة خدمات المستثمرين من أيام. أعتقد أن دي خطوة مهمة جدا، هيكون ليها دور كبير في التقديم على الأراضي ومتابعة الطلبات. تعالوا نعرف أكتر عن بوابة الخدمات الجديدة. معنا على التليفون المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال أعمال. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ رانيا، أهلا وسهلا بيك. شايف إزاي يا فندم إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات المستثمرين؟ بالتأكيد يا أستاذ رانيا، إن كون إن أي خدمات يعني تتقدم من الحكومة للمواطن من غير ما يقابل متلقي الخدمة اللي مقدم الخدمة بيكون أفضل، بيمنع وخاصة في عملية الأراضي هيمنع كتير جدا جدا من الانحرافات اللي كانت بتتم من خلال السمسرة لغير مؤهلين اللي كانوا بياخدوا أراضي ويبدأوا يبيعوها للشركات، فده هيحد جامد جدا جدا من الموضوع ده. هو من خلال التقديم كله هيكون إلكتروني، هيفعل الحكومة الرقمية اللي احنا بننادي بيها بقالنا مدة، وفي نفس الوقت التأهيل احنا طالبنا برضو في موضوع التأهيل دوت للشركات انها تكون لمدة سنة، يعني مش كل يعني لو في مطور بيقدم على قطعة أرض بيقدم في البوابة الإلكترونية، مش كل ما بيعمل طرح كل شهر يقدم يجيب مستندات تأهيل، لا يبقى معروف في قائمة بالمطورين المؤهلين، يبقى ليه تقديم مرة في السنة. أنا يعني ممكن واحد ما هو بيقدم النهاردة في طرح ما رساش عليه، بيقدم الشهر الجاي ما رساش عليه، بيقدم جامد يعني كل لو رسي عليه الأرض خلاص. ما بقول لك هو أنا بتكلم الملف الفني اللي بيأهل المطور انه مناسب للطرح ده ولا لا. فكان الاول بيضطر ان هو يقدمه كل تقديمك على كل ارض بيقدم عليها انه كان بيجهز الملف الفني ده، بياخد منه جهد جامد جدا. يعني نقدر نقول يا باشمهندس ان ده هيعمل تنظيم يعني في القطاع العقاري للمستثمرين؟ بالتاكيد وهيحد جامد جدا من ظاهره السماسره اللي بيأسس شركه لسه في 24 ساعه وياخدوا بيها الارض وبعد كده يبيعوا الشركه لمطور تاني ازاي مقابل ان هو بيحصل له عموله في النص. طب ازاي يعني البوابه دي هتساعد المستثمرين على تخليص الحاجات بتاعتهم يا باشمهندس؟ كون انك اول حاجه بتوفري وقت، بيبقى فيه شفافيه، بيبقى فيه الكوميونيكيشن بتبقى اسهل، بتساعدي الحكومه الرقميه في الجزء الخاص بالتقديم. وانا بقول عقبال ما نعمل الكلام ده هو في عمليه الترخيص المباني اللي تتم من خلال برضه اونلاين ومن خلال ان يكون في بوابه الكترونيه عشان تقديم على التراخيص، والمرحله الاخيره اللي احنا بننادي بيها وبننشرها احنا كعقاريين عمليه التسجيل. ده هيكون متاح لكل المستثمرين حتى خارج مصر البلد يعني صح؟ في اي بس سواء هو شخصي ما هو فيه بيعرض قطع صغيره او بيعمل قطع اراضي للشركات الكبرى، يعني في الخمسه فدان وال10 فدان وال5 فدان، كل الفرص العقاريه بتعمل من خلال المنصه. يعني نقدر نقول ان ده هيساعد كتير قوي المستثمرين في القطاع العقاري الفتره اللي جايه. بالتاكيد وهيحد جامد جدا، هيخرج طبقه السماسره والبروكر اللي هيبعدوهم خالص عن المطورين، هيحد من المزاحمه الغير مؤهل للمؤهل. محتاجين نعمل ايه تاني يا باشمهندس علشان نزود الاستثمارات العقاريه الفتره اللي جايه؟ مطلوب يبقى بنفس الطريقه ده، هي يبقى في منصه للتراخيص البناء ويكون في منصه للتسجيل. يعني احنا بنتكلم على التحول الرقمي هيساعد كتير جدا في القطاع العقاري الفتره اللي جايه. بالتاكيد ويا ريت، اعتقد ده هي في مرحله ثانيه اللي هو لما ينتهي وزاره الاتصالات من انهاء الرقم القومي للعقار اللي بيتكلموا عليه بقى لهم فتره، لو دي تمت وانتهت اعتقد هيبقى سهل جدا العمليه التحول الرقمي في مجال استخراج التراخيص ومجال التسجيل العقاري. المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعيه رجال الاعمال، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. اشكرك يا استاذ رجب.